حمو بيكا يقرر اعتزال أغاني المهرجانات، رح يبتعد عن السوشيال ميديا ورح يقفل قناته على يوتيوب. بهيدي الحلقة رح نحكي عن تفاصيل اعتزال حمو بيكا للفن. أبدى حمو بيكا انزعاج كتير كبير من انخفاض عدد المشاهدات على أغنيته الأخيرة ضحكتها مزيكا، وطلع ببث مباشر عبر فيسبوك وقال لجمهوره أنه هو رح يعتزل الفن ورح يقفل قناته على يوتيوب، وقال بطريقة ساخرة، وأعلن أيضا أنه رح يبتعد عن السوشيال ميديا. وتعجب حمو بيكا من الأمر لأنه قناته على يوتيوب فيها أكثر من 4 مليون مشترك، ولكن أغنية ضحكتها مزيكا ما تخطت ل 11,000 مشاهدة. على صعيد آخر، تألق مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا بموسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، وشاركوا بالغنى على المسرح الفنان علي قدورة. وخلال الفترة الماضية تصدر حمو بيكا الترند أكثر من مرة، وذلك بسبب الأنباء يلي طالته، ومن هيدا الأخبار كان إنه هو حصل على دكتوراه فخرية، ولكنه نفي هيدا الخبر عبر صفحته على فيسبوك، وأكد إنه هيدا الصورة المتداولة كانت أثناء وجوده مع مجموعة من الأشخاص يلي عندهم شركة صرافة إماراتية. على صعيد آخر، واجه حمو بيكا قرار المنع الصادر عن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر يلي استهدف مطربي المهرجانات باعتبار انه الاغاني يلي بيأدوها كلماتها بذيئة وغير لائقة، وانه لازم يصير في تقنين لأوضاعهم. وبهيدا القرار طلب وقتها من مطربي المهرجانات انه يقدموا اختبارات معينة امام لجنة استماع خاصة تابعة للنقابة، وحمو بيكا فعلا خضع لهيدا الاختبارات، وطلب منه وقتها انه يغني اغاني للفنانة ام كلثوم والفنان عبد الحليم حافظ، ولكنه اعترض على هيدا الموضوع واكد انه هو قدم كل اوراقه، ولكنه بيتفاجئ انه يغني أغاني طربية بالوقت يلي هو بيقدم نوع غنائي مختلف كليا. وطالب أيضا الجيل القديم أنه يتقبل نوع أغاني المهرجانات باعتبار أنه هي امتداد طبيعي للأغنية الشعبية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.